نو يلا دوتش. قطيع الكلاب اللي قابلناه البلدي اختفى وغير طريقه. بس هو خليك منور لنا والله يا محمد، كده حلو ان انت نورتنا. الله ينور عليك يا اخي. شاطر 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 يا انزو جود بوي، شاطر ممتاز ممتاز ممتاز، كله شاطر. ماشي يا استاذ شاطر. يلا يا انزو، يلا يا انزو، امان يا انزو ما تقلقش. يلا والله يعني احنا نحب ان احنا نهدي الفضل في المواضيع دي كلها الكابتن محمود كوفو صراحة، يعني الراجل صاحب مجهود كبير، وهو يعني اللي بدأ معانا ومستمر معانا خطوة بخطوة في كل تفصيلة بنعملها علشان نوصل بمستوى الشباب دول للشكل اللي بيعجب الناس. شاطر يا دادج، ننزع ويلا يا بري. يلا نلف ونرجع بقى، كفاية كده. يلا سيبه انا هناديله. يلا دوج دوج اوجي، يلا عشان هنرجع. يلا يلا ينزل. يلا يا شباب فطري، يلا اتحركوا. شاطر يا دوج، احمد هتسبقني انت بقى وكابتن عبد الله علشان الشباب دي كلها هتستحمى، تمام؟ وانا ودوج وانزو هنقعد بره شويه لحد ما انت تخلص وتنادلنا. ماشي يا باشا؟ ماشي. يلا سيكا، شاطر يا سيكا، شاطر يا دوج. هنا مزرعه فيها كلاب كتير، تعالى ينزل كده اما نشوف الكلاب. ملناش دعوة، يلا يا شباب، يلا يا شباب، ملناش دعوة، ملناش دعوة، يلا بس كده خلاص، من غير ما احنا نطلع صوت ولا انزل يطلع صوت ولا بيودي يطلع صوت، ملناش دعوة بحد. يلا هنا جنبي برضو، من اجمل حاجة في الكلاب البروفويل انها قليلة النباح، ما بتهوهوش كتير، لو هوهوت تبقى في مشكلة. صح يا دود؟ انت حبيبي. كابتن محمد عصام باشا منورنا، وهو اللي منور لنا كل حاجة النهاردة. حبيبي. النهارده وانت بتتبهدل قلت لك امسك انزو علشان خاطر لما انت سبته وراح على عبد الله. سبته يعني هو لا هو بتنام صلاه قوي، انا اتحاد الظروف الصحيه مش قادر عليه، هتسحل وراه. بس شفت لما انزو بدا يتدرب قواهم ازاي وخلاهم لا وبيتعلمه خلاهم بالظبط. ايوه اتعلموا هو بيعمل ايه، اتعلموا منه ايه وخدوا الجرأه على طول واحده واحده هيتحركوا زيه بالظبط. اول واحد درب انزو هو كان الكابتن محمود، وكان مصمم ان احنا ما ندربوش اي نوع من انواع التدريبات العنيفه لحد سن سنتين،
ده أثر في شخصيته كتير. الإيجاب؟ إيجاب طبعا. خلاه اللي هو مرتبط بال يعني شفت أنت مثلا من الحاجات اللي تخلي شخصية الكلب يعني ينضج وينمو بسرعة بشكل عائل. ان بعد لما خلصنا تدريب وانا وقفت سلمت على عبد الله خلاص الموضوع خد الأهمية خلاص انتهينا. اللي هو انا مش هتهمني اهجم ده بيخلي ده معناه ان معدل الذكاء مش الذكاء او معدل الثبات الانفعالي عند الكلب اللي هو هادي وبياخد دايما من صاحبه اذا صاحبه حاسس ان هو هادي هيبقى هادي بيقول له صاحب صح بالظبط. يعني مثلا النهارده لما جينا نقابل الراجل اللي هو رئيس العمال واحنا كنا متضايقين احمد ايوه حس ان انت متضايق حس ان انا متضايق شيخ احمد عامل ايه؟ زق انا هيهبره زقه و... لا ايوه كاتش من ورا ايوه اداله كده حته كده لمجرد ان هو شاف او حس ان انت زعلان من ايه؟ زعلان من شخص مجرد متضايق بيتوحد بيتوحد معاك في الاحساس بتاعك مع الناس اللي حواليك. ما تشدش سيكا يا احمد وسيبه يمشي بالراحه زي ما هو عايز. يلا يا حبيب يلا يا بابا انا ماشي جنبهم هنا يلا يلا يا سيكا يلا حبيبي ايوه حبيبي انا هنا اهو انا هنا بابا انا عارف انا عارف والله انت عايز تمشي جنبي انا يلا انا جنبك اهو. سيكا اقرب شخصيه لانزل وشكلا قريب لانزل يلا اشطر شاطر يلا يا دوج يلا يا انزل شاطر يا انزل شاطر يا دوج ممتازين جدا. احمد فك سيكا. سيكا مستعد انه يتفك ويمشي وفلي سيكا. شاطر يا سيكا خليك انا جنب بابا. ممتاز. يلا ينزو. يلا دود. يلا اطلع انت اجري مع كابتن عبد الله علشان خاطر تبدا تحمي الاساتذه دول. شاطر يا سيكا اجري يا احمد يلا عشان تخس شويه يلا شاطر اشطر يا نود ده الموقف اللي احنا فيه ادي سيكا ادي دودج ادي انزو يلا بينا يلا يا ولاد يلا شباب اشطر اشطر ثلاثة بوربويلز اوف ليتش كلب الصحراء وداخلين على كلاب كل الكتب بتقول انهم لو متربين كويس اسمع كلام لو مش متربين كويس تحصل مجزرة. خلينا نمر بالتجربة ونشوف احنا عرفنا نربي ولا لا. دوج ماش دعوة دوج ما تعملش فيها القائد شاطر يا دوج شاطر يا سيكا انت لازق فيا ما شاء الله وينزو لازق الناحية الثانية خلاص
بص يا سيكا عشان تتعلم يا حبيبي، لما تمشي ما تمشيش لازق 100%. ايوه صح كده، تدي مساحه. شاطر. يلا يا دوج، مالناش دعوه يا سيكا. يلا يا سيكا. بص كله رجع، مجرد ان قلنا مالناش دعوه في قلب بيت الكلاب البلدي. الحمد لله. شاطر يا سيكا، شاطر يا دوج، شاطر يا انزو، شاطرين. ممتازين، ممتاز يا انزو، ما شاء الله. سيكا شاطر يا سيكا. احمد شاطر يا سيكا.